أهلا بيكم. درسنا النهاردة هو مستعرض الإنترنت، وأول حاجة نبدأ بيها تحميل مستعرض الإنترنت. يتم تحميل مستعرض الإنترنت بالضغط على أيقونة إنترنت إكسبلورر الموجودة على سطح المكتب. أما صفحة البداية الافتراضية هي الصفحة التي تظهر في كل مرة يتم فيها تحميل المستعرض، وإحنا نقدر نخلي صفحة نفهم هي صفحة البداية الافتراضية اللي عندنا. أما مكونات واجهة المستعرض: 1 شريط عنوان النافذة، 2 شريط القوائم، 3 شريط الأدوات، 4 شريط عنوان المستعرض، 5 شريط الحالة، 6 أعمدة الإزاحة. أما الرموز الأساسية لشريط الأدوات: باك إعادة عرض الصفحة السابقة، فورورد عرض الصفحة التالية، ستوب إلغاء تحميل صفحة الويب، ريفرش إعادة تحميل معلومات من موقع الويب الحالي، هوم الانتقال إلى صفحة البداية الافتراضية الخاصة بالمستعرض، سيرش للوصول إلى محركات البحث، فيفوريتس عرض قائمة بمواقع الويب المفضلة التي تم تخزين عناوين موقعها، هيستوري تساعدك في إيجاد صفحات الويب التي قمت بزيارتها. أما شريط عنوان المستعرض أدرس بار، هو المكان الذي يتم فيه كتابة عنوان موقع الويب URL. عناصر عنوان موقع الويب: يعرض اسم البروتوكول وجهاز الكمبيوتر ونوع المنظمة وبلد موقع الويب، ويتم الفصل بين عناصره بشرطتين أو نقطة. أما عمود الإزاحة يستخدم لمشاهدة الجزء الباقي من صفحة الويب، و HTTP هو بروتوكول يستخدم لنقل واستقبال كل البيانات عبر الإنترنت. وتعلمنا درسين النهاردة: أول حاجة تحميل مستعرض الإنترنت، وكمان صفحة البداية الافتراضية ومكونات واجهة المستعرض والرموز اللي هي الأيقونات الأساسية لشريط الأدوات. وبكده نكون خلصنا درسنا، ونيجي عند التدريبات. ضع العبارة المناسبة في مكانها المناسب بالجملة التالية: عندنا هنا الصفحة البداية الافتراضية، والشريط العنوان، وعمود الإزاحة الرأسي، والشريط الحالة. 1 عند تحميل مستعرض الإنترنت تظهر طبعا صفحة البداية الافتراضية. 2 لتحميل موقع يتم كتابة ال URL فيه طبعا شريط العنوان. 3 لمشاهدة الجزء الباقي من صفحة الويب يتم الضغط على طبعا عمود الإزاحة. ونيجي عند سؤال المناقشة: اذكر مكونات واجهة المستعرض. وبكده نكون خلصنا درسنا، ونقابلكم في درس جديد مع نفهم نتعلم ببساطة.